تصفيقة كبيرة برشا على أمنا فاخر نستقبله تو سويت مع بعضنا كما كنا نهار خميس محسن عيفة. حلمك تكون منشط إذاعي وإلا تلفزي وتعمل فورماسيون بين المونتاج ميكساج والغرافيك والعديد من اختصاصات الملتيميديا مع أفضل الأساتذة في الميدان. علاش لا؟ مع سنتر مارينا أول مركز متخصص. لمزيد المعلومات اتصلوا بنا على الأرقام التالية: مركز مارينا للتكوين والتطوير الإعلامي، شارع الاستقلال عدد 47 باردو تونس، وإلا الطريق السياحية شط مريم سوسة. يا أهلا وسهلا بكم، ما شاء الله على النوارة، بارك الله سي مختار. مختار أخي تحية لك. صح قبل ما تبدأ الساعة نبلغك تحية جمهور الترجي الرياضي اللي سلم عليك برشا، قال لك معناتها السكور اللي قلته راه طلع غلط. شنو تجيو؟ والله مش مريني راهو من زياد المكة حضر غادي كي جيتهم ضربهم بالعين. انا نقول لك هذا حضر غادي في هذايا تنجم تجاوب زياد ما دام هو برشا. اولا ديما نحضر وقلت لك ما تحكيش على الترجي. باش نحكي على الترجي تشوف. ايه ما عادش طب بعد شوي نرجع. بعد شوي نرجع طب نعطيك فرصه للتدارك من بعد. باش حكينا على الوضع الوبائي اللي موجود اليوم في تونس، دونك كيفاش ترى؟ معناتها الكورونا مازالت باش تمشي وتزيد ولا باش تحسن ان شاء الله في الصيف ولا شنو باش يصير؟ انا حكينا فيه قبل، قلنا الوباء رد بالكم بشهر جوان، راهي ثم سلاله راهي صعيبه شوي، والسلاله هذه راهي مش تجينا بين جوان وجويليه، وقلت ربي يستر كان تجينا يمكن تقص لنا حتى في استادات او في حاجه كما تذكر راهو موجوده حتى في قديمه. نشوف الفتره هذه تخوف، نقول لكم يا ودي ردوا بالكم، حاولوا يا دوله ارغبونا في التلقيح، لقحونا شعبك، يا شعب برا مشوا لقحوا ما تخافوش، انا المنطيني راهو راهي الفتره هذه تخوف. تخوف بكدا، علاش؟ استحفظوا امهاتكم اولادكم، كي جي نشوف في البلوره شمال غربي قروان الساحل الفتره هذه لازم يكونوا على خطر. ردوا بالنا ردوا بالنا ردوا بالنا ردوا بالنا شويه. قبل شويه حكيت كوره، حكيت على الترجي الرياضي التونسي، تو خليك معناتها مع جمهور الترجي تحكي لنا على بارتي الاياب. بما انه معناتها مقلوبين الكل ماذا بيه تقلبها زاد مرات تطلع صحيح. كاميرا مع الكاميرا. اول حاجه قبل نبعد خلينا نبعد افلا الجمهور جمهور ترجي معاكم. لا خلي معاكم انتم العزيز الغاليين. ابو زين وجمهور العزيز الغالي اللي يتفرجوا لهنا. وانت منهم زاد. الترجي كي قلت لكم راهو حاولوا يا جمهور راكم اللعبه مش تجيكم وسعوا بالكم. انتم ثم مشكله صارت يمكن اداره يمكن جمهور فرزت حتى الملاعبين ما عادش مركزين. انا عندي ثقه في ملاعبكم وبسلمت ربي يمكن في الرتور نجم نجيبوا زوز بلاش. محسن كابيل ولا انا ناكد لكم ثم عندي زويز هنا موجودين. فما زويز موجودين. لكن المدرب صعيب كان يقعد نحس فيها طياره طالعه معاه. بسم الله وبالله. وين ماشيه الطياره؟ طياره عمكم مش لقطر يمكن مش الخليج ثم بلاد عربيه مش نمشي لها. لكن ثم مدرب اخر داخل في الطريق. حس ثم بلورة مدرب تونسي باش يدخل للتراجي باش ينور التراجي بالباهي بالباهي. مدرب تونسي معناتها مدرب تونسي شكون عنده معاش اسم يحب يسأل ميغال معلول والله وصاب المدرب هذا كان برا نبي معلول هذا حسب بلورة هذا مانيش كوارجي اي اللي كان برا نبي معلول واوح باش ينور التراجي هو نواه ينجم يكون لسعد جرده زاده معناتها لا ماهوش سبورتيست بون انت تعرف اكثر منا مخ في الحكايه هذه. نبيل هو الاسبيرونتيست وهو اللي تعرف اكثر قريب نوعا ما. بعد اذنك انا اللي نعرف الاداره هابله على المخ. لا مختار لا 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 تو تركز لي مليح راهو الكريم باش نقولوا تو راهو مهم ما فيش تفاد ليك زاد. نحكيو على مباراه كاس تونس الدوره النهائي بين النادي الرياضي صفاقس والنادي الافريقي باش تلعب في جربه. اول الموسم قلت البطوله والكاس باش يكونوا في تونس العاصمه. بطولة من نصيب الترجي، النادي الافريقي طرف في الكأس، مازلت عند كلمتك ولا باش تبدل؟ أنا البلورة ديما كي ثبتوها نلقوها ديما أكثر من 50-60% صحيحة. أنا كي قلت راهي الترجي باش تاخذ البطولة والكأس باش يبقى في النادي الافريقي، في البلاصة هذه سي مختار بالضبط، قلت ثم زوز دوبل في تونس. قال لي يا سي مختار ما فهمنيش، قال لي دوبل الافريقي، قلت لا دوبل في تونس. باش نعرف نذكرها كيما تو سي مختار هنا. غادي وقتها لابس بالابيض في اول حلقه صحيح سي مختار ولا لا؟ صحيح. بقى شنو هو الكاس؟ الكاس من تونس موش خارج. والفريق اللي تعب عليه جاته كل هكا كالشوك جاته كالعين لكن الحمد لله نشوف فيه الكاس مش تفرح به نادي افريقي. مهما كان
ثم حاجه اخرى مهما كان يا محسن فنو هذايا توقعات فقط توقع. معناتها تبقى التيرا عنده الحقيقه نتاعو ما ندخلوش فيها ثم بين قوسين نادي افريقي ثم عندهم برشا ملاعبيه صغار مش يبرزوا برا ومش تدخلهم برشا فلوس انا متاكد عملوا له تعملوا قلت ثم فلوس باش تسلك باش جاي مغسره وتخرج منها لكن ثم برشا ملاعبين باش يجي عقود لبرا به واضح اللي يبدا بينتو برج السرطان قريبا باش يبدا دونك هذاك علاش اليوم باش تحكي لنا على برج السرطان شنو يستنى فيه بما انه يبدا ولا بدا تقريبا البارح لو 23 هولي بدا برج السرطان هو من برج السرطان هو برج انسان طيب ديما العيون حاطين عليه خاصه الذكور نجح في حياته وقاعد ينجح السرطان الفتره هذه قاعد الناس فيه القيل والقال نقول يا سرطان ما تخافش راك ماشي طريق صحيح وما تخاف حتى من شيء وكل انسان يحاول باش يحفر لك لازم يوقع فيه لكن انا في نقول له اردوا باكم راهو مستقبلكم باهي عندكم فرحه في الطريق وعندكم مستقبل باهي لكن حاولوا نقصوا الغرور شوي راهو مستقبلكم طيب برج السرطان استنى باش يفرحوا برشا في الصيف الصيف عارف ما عندكش حاجه تحب نكملوا بها قبل كل شيء مش ثم سيربريز فما شنو سيربريز معناها لا عاد الساء والنا ما ثماش الساء والنا والفاء والحاء هذا نقول ما تلقوش مادام هي اخر حلقه وننوروها بالحلقه باهي ثم سيربريز اخويا مش يدخلوا انت اوكي اي شكون سيربريز باش تدخل اللي كنت خاص والكرونا كارن تاعك هذوما المرافقين نتاعك شو هذا؟ زي كل شيء شو هذا؟ هذه سيربريز اول حاجه من اكاديميه مارينا للاعلام تشكر جدتو طولة عامين لكل كورونا كير الجماعة شهادة التكريم لهم خاصة هذه يا مدام التكريم لهم والله اخر حلقة معنا اخر العام كرمنا والله مدام يا رسمي يعيش كرمنا تكريم اعطيني ميرسي محسن والله عطي والله محلي والله الوحيد ريت هاي الحلقه الاخرى العباد تكريم هذا تكريم باسمي باسمي انا وباسم كاتبه مارينا برافو برافو خلينا نشكر جيتو كل احسن البرامج ان شاء الله ديما كل عام هكا ناجحين وخونا امين قال رئيسك كل خير ان شاء الله شجره هذيك شجره زعناها في حوار التونسي اللي جيتو تقعد ديما كالنواره خاصه على راسهم خونا امين قرا يعطيك الصحه يا محسن اصلا ميرسي امون انت يعطيك الصحه الساعه اللي جيت بعضنا اليوم وخلي كلمة الختام باش تحب تقول اليوم ونذكر انه البارتي الثالثة اليوم في جي دي تي باش تكون سبيسيال فيت دو لا ميوزيك اللي احتفلنا به اول الاسبوع هذا دونك برشا موسيقى باش تكون في الجزء هذا باهي امون كلمة الختام انا اقول ميرسي بوكو على الانفيتاسيون امين وان شاء الله ان شاء الله يعجبهم الكليب يلقاوه على شانيل يوتيوب ديجا نتاعك برشا برشا ضحك وفي برشا جو غنية السرة كما قلت هي كلمة وإلحان وتوزيع حمدي المهيري وإخراج أيمن فنيش وشكر كبير لوليد وأروى فوالا لوليد وأروى خاطر هما عملوا جو كبير برشا ونحب بالمناسبة بربي نشكر أهالي تستور على الفرحة الكبيرة اللي فرحوا بينا والاستقبال اللي لقيناه منهم يعطيهم ألف صحة أنت اللي يعطيك صحة أمونة يعني. غالي فماش حجينا فازيت ميرسي بوكو أي جست نقول ميرسي بوكو رفقة وسليتي على المكياج وكاهو ميرسي لكم انتم الكل انت اللي يعطيك صحة امونة يا غالية حب تصفيقة كبيرة برشا على امنا فاخر بعد شوية يجي بعدنا تشيكي شفت حاجات كان حكاهم لي واحد يمكن ما نصدقوش انا لعبة غريبة وراها معتقدات ومعلومات أغرب شكون فينا ما سمعش بلعبة إسبري ولا لعبة ويجا اللعبة هذه يقولوا الأشخاص اللي يلعبوها إنها قادرة على استحضار الأرواح هل فعلا الحكاية هذه موجودة؟ وشنو يصير فيها؟ وهل المعتقدات المرتبطة بها صحيحة؟ هذا هو موضوعنا في الحلقة هذه من بارانورمال
اللعبة هذه قديمة وتأسست من عام 1981 من قبل تشارلز كينارد. وإذا كان ما سمعتش باللعبة هذه وما تعرفهاش، باش نقولوا لكم اليوم معلومات وحقائق تنجم تكون صادمة ليكم. الورقة تتحرك وحدها، حاجة فوق الورقة فما يلعبها بشمعة مثلا، الشمعة تطفى وتشعل، والمية اللي تلعب بها هذيك تتحرك وحدها فوق الورقة من غير انت ما تمسها. متى حاجات بيزار ما نجمش الحد يصدقها، متى لم يجرب. الألعاب هذه فيها طرق مختلفة وكل واحد وكيفاش يلعب، أما أكثر واحدة رايجة في تونس هي إما إسبري ولا ويج، وهي عبارة على لوحة فيها مجموعة من الأرقام والحروف وقطع تحرك بها الأرقام والحروف هذه وتجاوبك على أي إجابة تحب عليها. هي ورقة وترسم عليها حروف وأرقام فما كل واحد كيفاش يلعبها، بشمعة بكيس ما عارفش، كل واحد كيفاش يلعبها. فما طريقة أخرى من الدولة برشا في تونس تحتاج كيس وورقة، والأشخاص اللي يلعبوها يأكدوا أنه الكيس يتحرك وحده، مجرد أنك تحط يدك وتقرأ بعض التعويذات يجم يجاوبك على أي حاجة تحب عليها. مثلا ثم عبيد يسألوها على حاجات باش يصيروا في المستقبل، ولا استدعاء أرواح ويسألوهم أسئلة غريبة وعجيبة. هي اللعبة كيف تلعبها باش تسأل انت شنو باش يصير لي في حكاية هكا، شنو باش يصير لي في حاجة باش تصير في المستقبل معناها، فما اللي حكاوه صار من بعديك. الأشخاص اللي يلعبوا اللعبة هذي يعتقدوا انك بمجرد ما تبدأ تلعب فإنه فما روح تحت، وهي اللي تجاوب على جميع الأسئلة وتخلي يدك تتحرك بطريقة لا شعورية وتكون لك جملة بالحروف الأبجدية والأرقام اللي موجودين في اللوحة، كيما تجم تجاوب بكلمة نعم أو لا اللي موجودة في اللوحة. تحب تكتشف حاجة صارت يعني في الماضي ولا في المستقبل، تسألها سؤال أي حاجة صارت يعني تحب تكتشفها ترقاها. فما حالات بداوا يلعبوا وفي بالهم إنها مجرد لعبة وخزعبلات، لكن في وسط اللعبة صاروا لهم حاجات غريبة ما تخطرش على البال، والمشاكل قاعدة تتبع فيهم لليوم. اللي معانا في بالهم متفاد ليك، في بالهم هيش حاجة بالرسمي، معناتها كي باش تلعب ما فماش جن، ما فماش حتى شيء، معناتها باش تلعب لعبة كيما أي لعبة، يضحك نورمال معناه، بعد يحس يروحوا اللي ما متقلق اللي مش هو، واحنا في بالنا يفادلك من لو. اللعبة هذي فيها مجموعة من القواعد. أول قاعدة ما تلعبش اللعبة هذي لوحدك. ثاني قاعدة ما تسألش اللعبة وقتاش باش تموت. وثالث قاعدة ما تجبدش عدين. قاعدين نسمعوا في شكون يجاوب فينا وحاجات تاكا الوراق تتحرك وحدها. فما اللي صدقوا فما اللي ما صدقوش اللي معانا زادة. ما اللي يقول لك مريح، فما اللي يقول لك نورمال تصير معنا، لازم تكون صدفة مش صحيحة اللعبة. فما زادة اللي صدقوها ويقولوا يهلوس يخافوا منها بالرسم. اللعبة هذي برشا يسميوها بوابة الدخول العالم الآخر، وتجم الدخل في متاهات غريبة المخ ما يقبلهاش. صيروا حاجات بيزار. فما اللي بيبي وبيبين واللي تتذكر وحدها، فما يسمعوا أصوات وهما معاهم حتى بعد ما يكملوا زي ده اللعبة. لويجا ولا إسبلي ألعاب خطيرة وما يلزم حد يجربها، وبالرغم من إنها مجرد لعبة إلا إنه راها مخلفات كبيرة وتجم تسبب مضار وكوارث للأشخاص اللي يلعبوها، وتبقى حاجة ولعبة بارانورمال. مرحبا تشيكي، مرحبا تشيكي، مرحبا مرحبا تشيكي، مرحبا جاتيز، هذا كيف كيف، مرحبا الاولاد، نورتونا شرفتونا. قلت ان البارتي الاخرى باش تكون سبيسيال فير دو لا ميوزيك، دونك برشا موزيكا مزيانه باش نسمع اليوم بالحق. اي معناتها اي هنا ومازال العزاره المخ غني، المخ باش يغني لنا زاد كيف كيف، وسيم باش يربي لنا زاد كيف كيف. حبينا بلي عزيز ما عنده في ستايل بربي خاطر لا نحب مخ يعمل فريستايل تشيكي متحلل فيه بربي تفضل. والله يا عبد الله المخ يزيد بلاده، تزيد بلاده، تزيد بلاده. اوه يا غلام، اوه يا غلام، اوه يا غلام. عطيه الميجالو، الميكرو لخونا ميجالو، حاضر في ستايل على الدخله هكا. والله مش مقبول، مش قادر يحضر شيء، الاولاد قتيرة ومش محضر شيء. خلينا نجربوه به. حاضر ميجا، نسمع انا جامد. هاي الاولاد، هاي مختار التليفون، واليوم في جدي تور، امينه بنت ستار، امينه بنت ستار، معبودة البسطاء.
شاهي نزيدو حارة أمينة ولد قارة منا منا فيدي بيا بنت سردي لو زيدنا حارة منا الحمارة من كورابي بارك الله فيكم. والله يا كيك اسمع تحب تجاوبوا تحب تجاوب شكون فيكم ولا وجيت تسمع حارة وقارة وكل مختار مختار غرابي رجع لي معناها سامحني درتي الغنايه شكون فيكم يحب يجاوب لزي لزي رجع حوجي حوجي Business, 9 milli la balle, business, hey, casket, survet, misti enti dira ala gadi barbes, ah, kawa, arbastra. برنامج خرج على السيطرة أنا لا لا برنامج خرج على السيطرة أنا نطالب الهيكاب تحليل جماعي دو هنا أنا عندي ملاحظة شديد بارك الله عليك من المرة اللي فاتت جيت حتش المرة هذية مسكلت وزيان شنو هذية هو اسمعني بارك الله عليك هو بارك الله من اللي هي بيكم اللي جيرة أي أنا نعدي عسكانير نعدي عسكانير هكا نشوف الكل سر الحطايت والجمال والميسكلويت انا يظهر لي قاعد يحضر المهرجانات ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا في المهرجانات فما جديد مش تحكي لنا باش نسمعوه شويه ان شاء الله جوست داخل ليميسيون دونك جديد وجديد مع جاتي يظهر لي عندكم مده ديجا تحضروا فيه عندنا بيريود من اللي حضرناه ديو مازلنا كملنا صورناه وهبطناه اليوم في الشيء نتاع جاتي اليوم هبطت انتم اصحاب بعضكم حتى في الدنيا ديجا ما قبل معناتها كيفاش جات الفكره جات لكم باش تعملوا اليوم مع بعضكم؟ ما فهمي ما خمناش فيها برشا ديجا مشينا للاستوديو تاك موسيقى عجبتني انا وهو دخلنا سابينا فيرسويت فيها جات بتبيعاتها بتبيعاتها حتى في الكونسيرت ديما مع بعضنا في كل شيء ديما وانتم تابعين معناتها فما مجموعاتهم تاع لي رابيو تلقاهم عندهم ديزافينيتي مع بعضهم تو من المجموعة نتاع الراب اللي فيها سمارا زاد وساكيك الاولاد زاد ما زبرتش سمارا خاطر ولاد بلاد فهمت معروفين برشا غادي ولد حومتك سمارا معناتها موجود في محنة اليوم ما عندنا حتى معلومة عليه ما عادش كلمت شي الوالدة نتاعو عندكم شي حكي طلبكم اليوم نورمالمون المحكمة نتاعو هو تأجلت نهار الثلاثة الجاية ونهار الثلاثة اللي فاتت زادت أجلت نهار الثلاثة زادوا إيقاف آخر بعد 30 يوم كنت حابس نحكي على ورقة نتاع دوية سيليك نتاع دوية زرقولو غادي دوية هذايا فهمت جات الورقة وصلت وشي قاعد يحكي معك هو يكلمك مرة يكلمني مرة في نهارين مرة شنو حكي معك آخر مرة؟ والله خلي معناها بتكلم على أي حد معناها فما حتى مسؤول تكلم علي من البلاد هو معناها بليتو مواطن تونسي معناها كيف أي مواطن فهمت مش بالضرورة معناها شخصية مشهورة معناها مواطن تونسي يلزم الدولة تتكلم عليه هو تو معناها حتى مسؤول ما طلع في تلفزة ولا في راديو وحكي على الحكاية هذه فهمت لا سفير لا وزير لا حتى فهمت باه جاتي شنو تحب تقول انت؟ خويا ان شاء الله ربي يخلص وحده ان شاء الله العباد تتحرك شويه في الموضوع هذا المسؤوليه في دبي وهذاك احنا عملنا اللي علينا هذاك يعني حد الجايد فهمت باقي يعني اي على الله باه دونك نذكر مره اخرى شو اسمه الديو الجديد الفيت العربيه نعم العربيه عربيه العربيه الله 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 العربيه بنقشيتهم على ذكر عربيه غنيت يا نغارة اول مره معناتها تصير يظهر لي في الراب الاولاد انه اغنيه اسمها يا نغار ليسونسي هي كلاش نلقاها ولا تدور معناتها في اشهار معناتها اشهار محليه الاشهار العلامه اي اشهار العلامه معناتها معروفه اسكو بعتها معناتها انت ولا اي ولات ببليسيتي ما عادش كلاش كاو ولات ببليسيتي هو سالك اسكو بعتها انت؟ اي بيان قول لها ما تبعني ما تبعت لي دروا معناتها نتاعها اي بيان سور برافو والله انا نقول لك صحيح برافو احنا الامور الحزينه منين راهو الحزينه عندي عندي احساس يجيك سؤال ما عرفش انا هو بيعها قال منال دونك بيعها معناتها معناتها زعما بقديش بالله بالله بسم الله بسم الله والاخر يعمل له عك عك السؤال اللي بعده عك عك حالة ما تروح شوف مسكر سمع الاغنية بارك الله شنو بارك الله هاو الخدمة يا خويا طفل في ساعة في ساعة طلع وعمل الاغنية وخديتها مرة معروفة مسلي عني بيه خمسة وخميسة عليك وبالحوت اه هيك محلاها نسخة
النسخة نتاع الإشهار بصوتك أنت ولا مش بصوت خاتلي بارول بدي؟ صوتي أنا صوت سيف عمران. أنت وأنت وسيف عمران. وسيف عمران ما تقلد فيك في الواحد؟ إيه بيها يا مشيت محلية. علاش ما مشيتش أنت؟ علاش ما؟ ما توقتي أنت بعت علاش ما مش بصوتك أنت؟ ما نعرفش الشركة اللي كلموني على الفاز زمان يركحوا كل شيء فهم. إيه؟ تفتوفة بيها معناتها؟ عاش بيه خصم تو سيف تو صوص تفتوف بيه يا محترم يا سيدي ان شاء الله مبروك ليك بصراحة تستحق والله تستحق كل شيء جاتي رايض معناتها على انستغرام سافا مريقل معناتها ترونكيل عاقل مريقل رايض ما عادش يعمل ستوريات صحيح معناتها معناتها وليد ساكوتي اكثر ولا كيف؟ ايه معناتها ما عادش تهبط راني ساكوتي مانيش معناتها تجربك السابقة في الحياة علمتك بالطبيعة شو تعلمت؟ شنو السابقة؟ انا منهم ما تجربك في الحب السابقة ما انا هي بس اه انا هي منهم اه انا في في بليش فما ليست الاولاد نمرو ثلاثة فما ليست فما ليست وليست داتونت زاد اخويا صافا الناس كل عندها ليستات فوالا عندنا ليستات فوالا شو هو المخ مازال عندك ليست انت ليست والمدام في بالها انت عندك ليست ليست تاع الخدمة هذيك ملعبيه دونك ما عادش تهبط على انستغرام لا لا بينك حياتك الخاصة يلزمها تقعد خاصة تقعد خاصة علاش؟ شنو علاش؟ ساعة كي كنا نتفرجوا عاملين جو والله كنا في الكفر وفي نقاوي نتلموا برشا مرات معناتها المرة هذه من الدومين ولا شنو ليه سيليباتير اي معناتها باش تعاود من الدومين ولا سيليباتير معناتها باش تعاود من الدومين ولا ان شاء الله كان فما كان فما حاجه تطير فما منا ولا فماش يبين بابا اه يا جماعه ترتيحه صغيره معاد في الحقيقه ورجعتوا تسوي كي ما تحسش بسخانه الصيف والله ما تشر يا مرا انا عم برجو ليا سيف السنه بيرديس جيب لي بطانيه ليه في الحقيقه كي تسهر في الصيف بابا لحظه برسم سلام قداش طلعت الطاوله بالليل 300 دينار 300 دينار عليه شارب كاس جو انا ب 300 دينار عندها 8 بلا تتنومز 8 بلا 8 في الحقيقة 9 10 11 12 بيك تصفق من قبيلة لاباس اش فما؟ شيء ونابلودينا موسى باند على السهرية نتاع الليلة اتبزنيس في الصيف مروح 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 في الحقيقة آه عجبتك دومي فولي اللي عملتها ما تبعش كورة تبعش كورة تلعبي تنس العرس في الصيف بريود الكورونا سعاد نبيل سلمى خيري سحر وليد ميرسي ميرسي مرحبا ملا عرس وملا تصديرة حاجة ولا تخفق أنا في حيرة قالوا لي كيفاش خديت المجيرة حياتي معها باش تتعادى تستيرة ملا عرس وملا تستيرة ولا تخفق في سخانة في حيرة قالوا لي كيفاش خديت المجيرة في الحقيقة سمحونا الأولاد اللي غلبوا واحد مليت بالكورونا شنيا نعمل يو أها باش نعرس يا ملا 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 الجو باش نعرس يا ملا 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 الجو باش نعرس يا ملا 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 الجو من غير بابيت كلها باش تموت تاو تاو باش تموت تاو 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 من غير بابيت كلها باش تموت تاو 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 شاروت فايزر شاروت سبوتنيك شاروت ولاد بيج اب بيج اب بيج اب
برافو عاد كرماوي اللي رافقنا على امتداد موسم كامل في الحقيقه دونك وفي اعداد البرنامج زادة خاصه يعطيك الصحه تعبر نحب الرسمي نبعث تصفيقه كبيره برشا العاد تعب معاك زادة في البرنامج نتاعك وزي بفكر تحيه العاد ووائل والليكيب الكل سامحني كان نسيتكم وجيان نحاسبوا العالم الكل والتكنيسيان الكل دونك برافو عاد مره اخرى باه بما انه قلنا سبيسيال 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 اه روح تبقى عليه مشكله قعد بجنبي سبيسيال فيت دو لا ميوزيك دونك يزم شويه ربوخ تونسي هذاك علاش العزارة سبيسيال تو سويت في جديد يمي امتي الايام ما صافيتني معطتني شمال كي صافي ما ظلمت جا يمي انتي ظلمتني جرت دمع العين من بكيت جرت دمع العين من بكيت خليت ايام ماهي ليا مكتوب لفرنك زاد عليا ليام يا مار ماتني في ثنية عاندت فيها ريح ما جديد لومي عليك أولاد لومي عليا نعشرت قولي بلاد الغربة مشيت نجرت قول بلاد الغربة مشي يمي انتي الايام ما صافيت عطتني شمالتي صافيت مظلمت قا يمي انتي ظلمتني جرت دمع العين من ابكي جرت دمع العين من ابكي خليت ايام هاي ليا مكتوب الفراق زاد عليا ليام يا مر مدني في ثنية عاندت فيها الريح ما جديد لومي عليك اولاد لومي عليك نشرت جولي بلاد الغربة مشيت نشرت يا الغمة وما عادش يجينا للغمة ما عادش يجينا اي متفكر ولا ينسينا للغمة ما عادش يجينا يا الغمة وما عادش يجينا للغمة ما عادش يجينا متفكر ولا ينسينا للغمة زعمة والصابو زعمة والصابو خلى الحل خلنا احبابو يا الغمة زعمة والصابو امان 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 زعمة والصابو خلنا الحلقة وخلنا احبابو يا الغمة قولي لف عالم قولي لف عالم نار الشوق ليه بيت فينا للغمة عادش يجينا يا غمة وما عادش يجينا يا الغمة جينا بتفكر ولا ينسى ايه 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 ايه
منصور طول عليا اه يا بابا يا بابا وحضرني بيتك يا سلطاني اه يا بابا يا بابا جيت بفضلي خذ لي بيدي اه يا بابا يا ايماني وليتك طول لي ومحشي يا مخ ولا ايه؟ فين؟ فين توا؟ نشطح يا امي نشطح ليه تخمرت ياك؟ مش عارف شكون دونك العزارة اللي تنجموا تعملوا عليهم في فروحاتكم في عروساتكم مانيفيك جو تونسي 100% بالحق محليهم الاولاد سانسيغمون العزارة برافو تصفيق عليهم حبيت امين هاك عندي برشا من العائلة تسألوني انا حتى حبيت نسأل
سالتهم انا قلت لهم يحبوا يحيى في العروسات يجيو يغني قال يغني كيفاش كونتاكتي إيه؟ دونك اللي عنده يحب يعمل على العزاره في حاجه دونك موجوده الشانيل يوتيوب على ذمتكم تنجم تسمعوا مزيكتهم انستغرام فيسبوك موجود على ذمتكم سينو فما تليفون 58 09 0000 58 09 4 0 فوالا دونك الرقم موجود على ذمتكم للافراح نتاعكم الكل ما روحوا تصفيق على العزاره يعطيهم الصحه على الجو والامبيونس هذايا تون سويت الكلمه الاخرى مع لي كونيكور شوفوهم شنو قالوا على الاسئله نتاعنا الكلمه الاخرى شكون اكثر واحد يضحك في الكوليس ميغالو قتلنا بالضحك انا نضحك الناس الكل اميكا في الكوليس حتى حد شكون اكثر واحد يجي مخر أمين أستا سيد المكي أمين أستا أنا ديما نجي مخ شكون اللي كلمته ما يرجحهاش في البلاتو كلهم يعملوا في البوليتيك ما ترجح حتى كلمة في البلاتو أما نحبها برشا بيا الزرد أنا سيد المكي بيا كلام تلافز اللي يقولوا فيه في الكوليس كلها هكا ترجح كان العبد ولله اللي قدامكم بيا ذي ولتنا حوالي خليها أكثر كرونيكور مشاغب زيد بيا الزردي بيا الزردي زيد مشاغب برشا 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 وكسر لي كرايمي وديما نقصوا له كلمته في المونتاج زيد الماكي أما نحبه برشا شكون أكثر كرونيكور مدلل محسن عيف الكلنا مدللين بيقال أنا الكلنا مدللين في الحوار آخر قبل حكمة زياد منا للسيزون الجاية بقدة ربي تقعد تحفظ الدروس اللي أنا قلتهم لك الحقيقة ما نجمتش نختار تيم سبيسيفيك اليوم خاطر آخر حلقة دونك حبيت نحكي شوية على ريميكس. شوية ريميكس دونك تسمعوا بغاندي ولا سي مختار تسمع بغاندي المعلم سألوا الحكيم غاندي سؤال قالوا له كيفاش نجموا نعيشوا الحياة سعيدة وحياة بكل سلام شنو جاوبهم سألوه أصل الشرور قالهم الأنانية أخطر إنسان في الحياة الكذاب أكثر حاجة تسعدك في الحياة إنك تشيد غيرك أجمل هدية في الحياة هو التسامح أكبر سر في الحياة الموت أفضل ملجأ في الحياة الله عز وجل أهم الأشخاص ليك في الحياة الأهل أجمل إحساس في الحياة هو المحبة أكبر تسلية سيأمون في الحياة عمل. هو العمل أجمل يوم في الحياة هو اليوم أفضل المعلمين في الحياة إبان الأطفال أسهل شيء في الحياة إنك تغلط أكبر عقبة في الحياة هي الخوف أكبر خطأ في الحياة إنك تتنازل على مبادئك أكبر هزيمة هو الإحباط الشيء الأهم في الحياة إنه يكون عندك بيت الطريق الأسرع للهدف هو الخط المستقيم أسوأ علة في الحياة هي المزاجية الشيء الأساسي في الحياة إنك تتواصل مع الاخرين الشعور الأسوأ في الحياة اللطف الحسد عافانا وعافاكم الله الحماية الأكثر فاعلية في الحياة هو التفاؤل والقوة الأكثر فاعلية هو الإيمان سألوه زيدا قالوا له وإذا قابلت الشر بالشر قالهم ومتى سينتهي الشر قالوا له إذا طبقنا مبدأ العين بالعين والسن بالسن
والبادئ أظلم قال العالم الكل بشي ولي أعمى. وأخيرا سألوه أسمى المشاعر في الحياة قالهم السلام الداخلي the inner peace. هذاك علاش نطلب اللهم إن نريد بك سلاما، نريد بك سلاما دون مدد، سلاما من أحد، سلاما منك أنت الواحد الأحد. مرسي. ما شاء الله. مرسي يا مول من دانيال. نشدوا بها رواحنا. زيدنا حلقة أمين. نشدوا بها رواحكم نسيب. نشد روحك بهذايا اللي يا أخويا زيدنا كعيب أخرى قبل حاجة. برسم. نشدوا بها رواحنا. والله العظيم. هكا كنا وصلنا لاخر دعاء دعاء الحاجه الباهيه خويا ميقالو ما تقعدش برشا الله غالب دونك الحاجه الباهيه انه موسم تعدى فيه ساعه ديجا بارك الله عليكم الكل دونك ميرسي ليكم الكل السادة المشاهدين يعطيهم الصحه الجمهور اللي حاضر معنا فريق الاعداد الناس كل بارك الله فيكم دونك اخر حلقه هذا الموسم على امل ان نتقابلوا معكم ان شاء الله الموسم القادم خلي كلمه الختام في المومضات الاشهاريه حجه مروبه فازيت توتسي تفضل باي حجم روبا فازيت الحجم أنا معايا أميمة اللي عاونتني في الغتوش روبا شاين شاين لوك اي لي بيجو الحبيبة جولوري وميرسي لي سبونسور الكل اللي عطاوني الثقة وزينوني وخرجوني في أحلى حلة حاجة في الختام باش نقولها في الحلقة الأخرى نحب نقول أنا فرحت برشا وسعيدة برشا اللي التحقت بفريق جو دي تو اون ايكيب بالحق دو بروفيسيونيل فرحانه اللي خدمت معاكم وان شاء الله والتجربه هذه تجربه فعلا بالنسبه ليا كانت مميزه غير المواسم مختلفه يعني غير المواسم اللي سبقت فرحانه اللي زدت عرفتك اكثر انت امين امينه ستا زياد محمد علي زياد وسيم زياد هذوك 10 عاد 10 تاع عمر منال كيف كيف خدمنا مع بعضنا ونحبكم برشا يعطيك الصحه بيوتا زياد هاي زياد جوزيف الكوا في اللاك دو ونهني بالمناسبه خالد حلاق اللي خرج من عند جوزيف عروس ونهني مريته مريم ساسي انا مانيش باش نزيد برشا على بايا نشكر ليكيب الكل وخاصه نشكر التكنيسيان اللي تعبين معانا عام كامل يعلم بهم ربي مش وفره للناس الكل الاداره كل راهي قناه الحوار التونسي ستركتور وكل واحد يعرف خدمته وفضل الناس يتابعوا فينا قناه الحوار ديما الاولى نحبكم برشا وكاو منوله Espace Marie Maram Zahra اللي la mise en beauté الكل durant la saison هذه كانت عندها هي ميرسي بوكو اليوم تيرا نوفا اللي لبستني للمره الثانيه فرحانه ياسر 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 باللي مومون اللي عشتهم معاكم انا خلطت عليكم انتم ديجا ايكيب وخلطت وقت اللي خلطت ديريكتومون لقيت روحي مندمجه في ليكيب على خاطر نحس روحي اللي انا فريمون كنت منكم الاول ملي بديتوا حتى شلتوا مره اخرى نحب نعطي ان ريميرسيمون سبيسيال الكل لي سبونسور اللي عطاوني ثقه Merci beaucoup René Blanche, merci beaucoup Fouchik Band et Ligito Mana Fijodito, ou merci beaucoup le Nesle Kol Lita Bauna. Aïe, amour. انا نحب نشكر الساعه نشكر كنت نشكر البرنامج اللي هي فعل ثمانيه تقريبا السنه يعني كنت موجود انا معاهم تشامبيونز ليغ ثابته ثم صحيح هو يعني المجموعه حلوه ياسر ليكيب هذه ليكيب حلوه ياسر ناقصها مختلط لي فهمت والله باهي انا عجبتني عجبتك باهي ثم انا كي جيت اليوم صرفت برشا فلوس أبون؟ إي باش خذيت السوايع هذه السوايع صلي على النبي مشيت كلك واحد والله واحد صلي على النبي وشريت وخذيت صباط جوتشي يا بابا جديد نبرة حكا نبرة برشا فلوس أنا فهمتك يا مخ صدقني كيف فهمتك باش نمشي نقول لك شنو ولا يصلحوا لك للصيف على الأخر أكيد العروسات جاية وعايشك يا مخ والله يصلحوا لك للصيف هاي ميكا بارك الله فيك تحية ليك أمين أنت معنا وليكيب الكل خلينا نشكر سامي الفيزاجيست اللي على طول معنا عام كامل تلاها بيا وقد لي الدنيا هذه الكل تحية لأميمة والبنات الكل اللي تلاها بينا وهاجر ونوال ما عندها مدة ما جاتش وتحية الحلوحي بنتي حبيت في هنا في كلمة في الأخر بالحق معناها كي سامي كان في الضيق كنا هنا في الإيميسيون نوصلوا له نحن ونسلموا عليه ونقولوا له كيف يا رجال الحمد لله في الحلقة الأخرى هذه الأخرانية هو موجود رجع القناة نتاعه ورجع لعائلته حيوه برشا سمسوم وقول له مرحبا عودة ميمون هيا مون نحب
نشكر ماي بارتنرز ان كراي ان بيوتي. سوري تحكي عليا. نحب اختي امولا، نحب ماما كوبين سندس بن موسى ريحانه كرياسيون بور لي بيجو، لبستني بوندون دو سيزون. غايا اتولي اي شوبينيت، اكويا بيوتي سبا، وصاحبتي واختي سيرين الشريف. هذايا في لي ريميرسيمون تاعي. نحب نقول كلمه تفرجتوا الناس كل اليوم في الحلقه، اللي انا كنت اكثر واحده نغيب واكثر واحده نجي مخر. نحب نقول لكم اللي انا سنه ما كانش عام سهل عندي جمله، عام صعيب صعيب برشا، كنا عندي برشا مشاكل نحل فيها اون باراليل وبرشا التزامات. امين ساعات وكلكم شطخوني ساعات يقولوا مده وجهها في التيلي كان حلت مشاكلها وكانت لهيت مشاكل عائلتها خير. هما يسخوا ليه مش انتوما الناس البرشا ليه هما يسخالوك هنا، معناتها يسخالوا الناس كي تجي لهنا لازمك تندب باش توريهم اللي انت عندك مشاكل. ما يجموش اللي انت تجم تضحك اما القلب يبكي معناتها ساعات، فهمت؟ دونك نحبوا اون في لا بار دي شوز. صحيح هذه خدمه ونخدموا فيها، مي راهو حتى حد ما يعلم بالواحد اللي داخله في قلبه. ونعتذر للقناه اللي انا غبت، وان شاء الله ما عادش نغيب. قبل حكمه اخرى ختامها مسك يا جماعه. سامي لو فيزاجيست اللي تعبني على امتداد موسم كامل، دونك ميغال وانا دونك نسلم عليه برشا سامسون، نقولوا بركه لو فيك على التعب نتاعك مده موسم كامل. مودافيتش يعطيهم الصحه، بارك الله فيهم اللي وفروا لنا ملابس ان شاء الله. سلم امين سلم الله وحده عليك. ختام مسك، دونك الاحسن خليناه لاخر الموسم. تلقاو موجودين في تونيزيا مول لاك 2، في ازور سيتي، في النصر، في رو باري، في سنتر كوميرسيال لافايت، ويعملوا ليفريزون دوميسيل على سيت مودافينشي بوينت ان. بالنسبه للسبونسور اللي كانوا موجودين على امتداد الموسم كامل، نشكرهم على الثقه اللي حطونا اللي حطوها فينا باش نجموا يكملوا ان شاء الله باذن الله، نكونوا عند حسن ظنهم وعند حسن ظن الساده المشاهدين. تفضل امين. جوست حبيت نعزي خويا جمال الفرياني اللي بوه توفى ريسامون، الله يرحمه ويسكن الجنه ان شاء الله. ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه. بالصيفيه ممتازه تعديوها يا جماعه. نشكركم الكل باسم قناه الحوار التونسي، نشكر لي كونيكور حاضرين احنا مين. هاي قاتي كلمه الاخر اخويا، سلك تليفون انستغرام من بعد جيو لي دومون قاعد يهضر ما ورينا كي تهضر قال سليباتير جيو لي دومون. ما جيناش عليه، ما جينا باش نبروموتيو الكليب هبط اليوم العربيه. ميرسي بوكو. استنى فما مهرجانين، فما ان شاء الله، ولا فما شنو فما ان شاء الله ربي يفرج علينا سامع الكورونا. امين يا رب. انا ربي يفرج على سامع ديجا برشا خدمت نحا وجرت كورونا كل، فهمت؟ ان شاء الله ربي يفرج علينا. ان شاء الله كان فما خدمه نخدموها ان شاء الله يا رب. باه تشيكي، تحيه لحومتي، تحيه للسمراء، ربي يخلص وحلك، ربي يخلص حالك. محليكم الاولاد ثاني مره بحداكم، مرتاح بحداكم. لا كبيراتكم جايه معنا ثلاثه غنيم ثلاثه غنيم. بالنسبه للعروض ان شاء الله فما برشا عروض، برشا مهرجانات ان شاء الله. اللي حاجته خليها في, في, في سكوتي وكهو. ايوا قال لك اللي حاجته بحاجه، اللي حاجته بحاجه يطلب زياد النيجرو على الفانسيت. فوالا ما يعرفوا هذيك كود كود بيلات بعضهم كود ما نعرفش شنو. دونك الكليب الجديد نتاعكم تلقاه موجود على الشانيل اليوتيوب نتاعكم زوز. تحيه لدارنا بالله، تحيه لخويا في البان. تحيه لدارنا حتى انا. هذه الدخله هذه تحيه لتجاليل ما نشتوني بيناتكم. الكليب الجديد تلقاه على الشانيل نتاعك انت. الشانيل نتاع قاتي اسمه عربي. عربي هو اللي باش نكملوا معاه ليميسيون نتاعنا اليوم. نتقابلوا ان شاء الله السيزون الجايه. ليلتكم زينه في الامان، صفايه ممتازه في الامان. عربية غادي نجيك العربية، زيد من غير مزية وما والو بندية. في مربية غادي نجيك العربية، زيد من غير مزية وما والو بندية. حبي عبي ساكوش بلا سيبيت، قايد باش تقايد ديما فما سيتيت، فما لا خاب زادا فما لا ميت. عنا ثنية صحيحة برا سوق الكومبيت، 450 غير فتح الثنية، كان شدونا باك غاف مرة جاية. 450 غير فتح الثنية، سيس لا دوان حبي في اللي بياج. هما قايثة بس دينا تنحضر للولاد في البيثة. انتي ماكش رايثة ديما العسى في قديم العسى نايثة. في مربية غادي نجيك العربية، زيد من غير مزية هما والو باندية. في مربية غادي نجيك العربية، زيد من غير مزية هما والو باندية. ما تبكيش
مش تحشيش لغة مش متاع صغار ربي ما تحكيش وتغض وانا اخولك دار اما ما تنسيش ليدي مع عساس الجار حط الكل ميت كليب في زدي وانا كان يجيد مش فلوسنا مش ملحيد قلتلك حبي الحالة نديرو حمو دور زيرو خلي الناس يحيرو ربي عاتي خيرو خلي في ديزنيف كحكيح وكاليتي ايام تسيف دي ماش نعويلتي دي ما بالبنيف سافح وفاليدي دي ما في اللتاك نيمار ولا مبابي في ماربية غادي نجيك العربية زيد من غير مزية هما ولو باندية في مربية غادي نجيك العربية زيد من غير مزية هما ولو باندية